برحب بحضراتكم انا وكريم في الفقره الاخيره، وعندنا بصراحه كلام كتير جدا في الكره العالميه، سواء بتتكلم عن دوري ابطال اوروبا او دوريات اوروبا والدوري كمان طبعا السعودي. خلينا نتكلم في كل ده مع الاستاذه منى عمر منورانا الناقده الرياضيه. صباح الهنا. صباح الفل. منوره الدنيا يا منى. ميرسي يا كريم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اه الحمد لله زي الفل. بقالنا فتره كل ما بنتكلم على ملف التحكيم عندنا بصفة خاصة، من ضمن الحاجات اللي بتتقال هما ليه بره ما عندهمش كده؟ يعني ليه ما بنشوفش النوع ده من الأخطاء التحكيمية بره؟ الظاهر من كتر النبر بتاعنا أصبح هناك أخطاء تحكيمية زي اللي شفناها طبعا في ماتش ليفربول وتوتنهام. تداعيات اللي حصل ده إيه؟ مبدئيا طبعا خلينا نفكر الناس سريعا كده ان المباراه خلصت لصالح توتنهام طبعا 2-1، كان في هدف ملغي لليفربول عن طريق لويس دياز وهدف صحيح 100%، ولكن هو تم الغائه بداعي التسلل او ان هو كان اوف سايد. يعني حصل حالتين طرد ليفربول في المباراه، كورتس جونز وديوجو جوتا. فطبعا بعد المباراة بدأت الأمور يبقى فيها اشتعال أكتر، خصوصا بعد اعتراف، وخلينا نحط تحت كلمة اعتراف دي مليون خط، اعتراف لجنة التحكيم بالاتحاد الإنجليزي بخطأ الحكم وإن الهدف كان صحيح 100%. لو طرديني يبقى في تعسف صريح ضد الفريق. مش تعسف، يعني خلينا نتكلم في واقعة الهدف الأول وبعدين فكرة الطرد بقى أو الإنذارات أو دي خليها على جنب. فبس كان اعتراف لجنة التحكيم كان واضح وصريح بنسبة 100% ان الهدف كان صحيح وان كان الغائه كان خطأ، ولكن هم بروزوها فكرة الخطأ البشري. ولكن فيما بعد تم اعلان ايقاف حكمي الفار في المباراة. أهو ده الكلام عقبال عندنا. ليفربول ما مسكتش الحقيقة برضو، هو حب أنه يدافع عن حقه بعد البيان بتاع لجنة الحكام. هو أصدر بيان رد عليهم وشاف أنه اعترافهم بالخطأ أو أنه هو وصفه أنه هو خطأ بشري بالنسبة له ده أمر مش مقبول، وأن اللي حصل في المباراة أخطاء زيادة عن اللزوم يعني، وان هي كان فيها تعنت. بعد كده برضو لحد امبارح كان في بعض التقارير بتقول ان ليفربول طلب ان هو يسمع الحديث اللي حصل ما بين حكم الساحه وحكمي الفار وقت لقطه هدف لويس دياز. يعني اعتقد برضو كل البروباجندا او مش بروباجندا يعني او كل الاعتراض ده، لان كان ليفربول لو كان كسب المباراه دي كان هيتصدر الدوري، خصوصا كان بعد تعثر مانشستر سيتي قدام. طلب ليفربول ده غير مسبوق، فكره ان احنا عايزين نسمع الحوار الصوتي. لا مش غير مسبوق، هو اصلا المفروض ان كان هيتطبق ده، وان كان هيتم اذاعه الاحاديث ما بين حكم الساحه وحكم الفار، اذاعتها للناس، الناس تتفرج عليه او الجمهور او الانديه او يتفرجوا او يسمعوا او حتى اللي قاعدين في الاستاد الجماهير يبقوا عارفين اللي بيحصل في غرفه الفار. ومش عارفه احنا ليه بناخد الموضوع ان هو توب سيكريت، يعني ما هو ده حديث ما بين حكم وبين حكم، ده بيقول رايه وده بيقول رايه، القرار في النهايه تمام لحكم الساحه، بس ايه المشكله ان انا اسمع الحوار او اعرف الحديث؟ ما انا بعد كده هعرفه، يعني هتفرق في ايه؟ لكن ربما احنا بعد كده بنعرف نتيجته، ما بتعرفوش هو. ما بتعرفوش هو، بس هي حصلت عندنا هنا وانت سمعت اللي حصل، يعني ما بين في مباراه الزمالك والمقاولون العرب، يعني سمعت الحديث اللي دار ما بين هنا وما بين هنا. وربما هم مثلا بره يعني عندهم تخوف مثلا من اذاعه الجزئيه دي مثلا اثناء المباراه، ان ممكن يحصل احتجاج من قبل الجماهير، ممكن يحصل شحن. ممكن الامور دي فعلا تكون موضوع في حسبانهم يعني. كويس. بالنسبه لبقى صلاح، هتكلم عن المحترفين بتوعنا شويه، انا وكريم كان معانا خبر عنهم، اتكلمنا عن النني وعودته مره ثانيه للتدريبات بعد غياب تقريبا وصل لتسع شهور، اتكلمنا عن مصطفى محمد وهو اتطرد، ولكن برضو مصطفى محمد بغض النظر عن بعض العكوسات اللي بيواجهها كان مؤخرا من ساعه الموقف اللي هو اتخذه وعلى اثره، يعني كان في زي عقوبه او حاجه، بس طبعا كلنا احترمناه في القرار بتاعه، ولكن هو بيتعرض لبعض العكوسات، لكن يظل مصطفى محمد من المحترفين بتوعنا اللي
بجد متوقعين ليهم كمان مستقبل كبير جدا، لان هو فعلا لاعب يعني موهوب بشكل كبير. عندك كمان محمد صلاح طبعا يمكن ما كانش محظوظ في الفتره اللي فاتت او الاسبوع اللي فات تحديدا، لكن في فرصه لسه ليفربول ان هو يعوض، خصوصا احنا كمان كان معنا خبر خاص بالتجديد بتاعه وان هو زاد تقريبا 3 أضعاف اسبوعيا، واصبح كمان دلوقتي بدراسه اتعملت في اوكسفورد هو اغلى لاعب موجود. فيعني كل ده بتشوفيه ازاي تحديدا؟ انا سؤالي عن يعني الاحوال بتاعه المحترفين بتوعنا في الدوريات المختلفه. هو لو هنبص طبعا لو هنكمل كلامنا عن المحترفين، بس ممكن نربط بقى بمباراه ليفربول ووضع محمد صلاح. ان هو يعني صلاح سجل هدفين لحد دلوقتي تقريبا، هدفين 3 أهداف في بريمير ليج لحد دلوقتي، بعيد شويه عن صراع الهدفين، بس احنا بنتكلم في 7 جولات بس، فلسه الامور طبعاً بدري شويه. وضع ليفربول كمان في جدول الدوري احسن حالا من السيزون اللي فات برضو.